مرحبا، يعطيكم العافية وسلام للجميع. رمضان مبارك، وإن شاء الله العيد يكون قريب، ورمضان عيدكم مبارك يا رب. اليوم نتكلم عن عادة من العادات المشهورة في رمضان، وهي تذكر الولاية أو ما نسميه إحنا صلة الرحم. وهذه طبعا عادة جميلة جدا 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 وكلنا بنعشقها، لكن في مصطلحات هيك إلها رونق، وهي منها فقدة رمضان، هي تفقد من كلمة تفقد لشهر رمضان. وهذه هذا المصطلح جميل جدا، لأنه الشخص يرسل هدية لأخواته المتزوجات أو بناته أو عماته أو خالاته، اللي هم السيدات اللي قريبات جدا على قلبه، وبكون فيها بعض الهدايا. هاي الهدايا ممكن تكون فيها مونة، ممكن يكون فيها الآن صاروا يرسلوا أحيانا أموال جاهزة. هذه عادة بتصير قبل يوم رمضان أو في أوائل رمضان، وبسموها فقدة رمضان لأنه بتفقد هذول الولاية. عادة برسلهم مثلا مونة، رز، سكر، لحم، طحين، زيت، هاي الأشياء اللي كانت عادة حتى يطمئن عليهم، وبكون إنه عندهم ما يكفيهم من الطعام حتى لو كانوا مقتدرين. هو الموضوع ليست عدم القدرة أو القدرة على الموضوع، هو التواصل، صلة الرحم. أنا بتذكرك، أنا بحبك، أنا أعطيك ما من عندي. فهذه عادة جميلة جدا، وإن شاء الله يعني تظلها مستمرة ويكون في دائما تواصل بين الناس، لأنه هذا الشهر شهر الرحمة وشهر العطف وشهر الحب وشهر صلة الرحم وشهر العطاء وشهر الحسنات والصدقات. فكل هذه الأمور تجتمع في هذه الكلمة اللي هي فقدة رمضان، من التفقد وتذكر الأحبة والأصدقاء. في شيء ثاني أو حالة ثانية بتصير دائما في رمضان، وهي عزائم. العزائم بتصير بين الأصدقاء والأهل، لكن هناك عزومة خاصة دائما بتكون لما يسمى بعزومة العناية، اللي هي الكلمة من الأخوات والنساء الأقارب. هذه العزومة بتكون مخصصة لهم ولعوائلهم، يعني الإخوان مثلا والأعمام والأخوال، هذول لهم عزومة خاصة قد تختلف، وعادة يعني بيعتمد على قدرة الرجل. لكن عزومة العناية أو عزومة الأخوات والعمات، هاي تعتبر جزء من صلة الرحم، إني أنا يا أختي أنا بتذكرك وأنا بحبك وأنا بحب عائلتك. وطبعا بقرب النسيب أو الشخص المتزوج وهو من عائلة بيكون أخرى، عادة بقربه إلى الإنسان، فبقربه أنه جزء أنت من العائلة. وهذا شيء جميل برضو في الاعتناء بهذول السيدات. طبعا بشكل عام حنتكلم عن أمور ثانية بتكون خاصة للسيدات، ومنها العيدية والأمور زي هيك، ولكن بشكل عام هذول العادتين الجميلتين اللي أنا أتمنى من الجميع إن شاء الله تضل في صلة رحم وتواصل مع سيدات القريبات منه، أخواته، خالاته، بناته، عماته، كل هذول، بحيث إنه يتفقدهم ليس فقط في رمضان ولكن كل يوم إن شاء الله، ويكون هذه الفقدة رمضان عادة جميلة إن شاء الله بنصل فيها الرحم، لأنه هذا الشهر زي ما حكينا شهر رحمة ومغفرة وطاعة وحب وعطاء وصدقة، وإن شاء الله يبقى أيضا شهر صلة رحم بيننا وبين حبايبنا، ويظل عليكم دائما الخير والبركة. السلام عليكم، كل عام وأنتم بخير.